هنجيبه تاني. اوكي، مداخله اكيد هتكون مهمه جدا، خصوصا في ظل قائمه المنتخب اللي تم الاعلان عنها اليوم واللي شملت انضمام 3 لاعبين من النادي الاهلي، وهنتكلم في ملف المنتخب طبعا خلال الحلقه. لكن عايز اتكلم عن مسيره النادي الاهلي الافريقيه من وجهه نظرك. النادي الاهلي دلوقتي بيحتل المركز الاول في مجموعته الرابعه وبرصيد 7 نقاط، شايف المسيره بالنسبه للفريق في البطوله الافريقيه ازاي؟ يعني طيب قبل ما نتكلم نروح للمهندس ايهاب الهيطة مدير المنتخب المصري. يا باشمهندس مساء الفل على حضرتك. خير يا فندم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم. يا طبعا عايزين نطمن من حضرتك على استعدادات المنتخب المصري للمرحله الهامه جدا المقبله، وخصوصا ان احنا عندنا مباراه ممكن ما تكونش مباراه قويه قوي او الامور خلاص كلها محسومه بالنسبه لمنتخب مصر بالنسبه لمباراه النيجر، لكن هيليها مباشره مباراه نيجيريا المباراه الوديه في اطار الاستعداد للهدف الاسمى والاهم وهي بطوله الامم الافريقيه. عايزين نطمن من حضرتك على كل ما يخص المنتخب الوطني المصري. تمام يا فندم، زي ما حضرتك قلت في الفيفا ويندو اللي جاي ان شاء الله من 18 ل 26 مارس بس في مباراه رسميه مع النيجر لسه متحدد ميعادها بعد، لكن في مباراه مع نيجيريا ان شاء الله في مدينه اسابا يوم 26 مارس. مثل اجيال طبعا زي ما كنا قلنا من فتره بنحاول نشوف بعض الوجوه الجديده في الفتره الحاليه. كويس، تم اختيار 25 لاعب النهارده وان شاء الله يكون المعسكر ينطلق ان شاء الله يوم 18 مارس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن فيما يخص محمد صلاح طبعا مستبعد من القائمه، بالنسبه لمحمد صلاح احمد حجازي هل التنسيق معاهم كان ماشي بانهي شكل، وخصوصا ان هم اكيد احد الاعمده الرئيسيه بالنسبه لمنتخب مصر خلال الفتره الجايه، واكيد معاهم كمان محمد الشناوي. ما زي ما قلت لحضرتك الاجيري كان بقى من فتره انه هيريح بعض العناصر. كويس، عشان عايز يشوف بعض الوجوه الجديده يعني. طيب ده شيء اكيد مهم جدا، لكن عايز اخد حضرتك لجزئيه اخرى وهي خاصه بضغط المباريات في بطولات الدوري بالتحديد او بطوله الدوري بالتحديد ده بالنسبه للدوري المصري، هل ده شايفه عامل ايجابي ولا سلبي بالنسبه لمنتخب مصر بالتحديد فيما يخص ضغط المباريات في بطوله الدوري؟ لا طبعا شايف مستر اجيري والجهاز الفني بيتابعوا مباريات الدوري طبعا جميع المباريات، لكن انا شايف الحمد لله الفتره اللي فاتت برضه الدوري المصري ماشي بصورة جيدة، في بعض اللعيبة الجداد اللي هو مستر أجيري زي ما قلنا بيفكر فيهم، وإن شاء الله يكون إخلاص كويس للمنتخب إن شاء الله. إن شاء الله. طيب في البداية كانت بطولة الأمم الأفريقية مش هتكون في مصر، لكن خلاص تم حسم الأمور وهي هتكون في مصر، هل ده هيعمل نوع من أنواع الضغط الأكبر على المنتخب المصري بضرورة الفوز إن شاء الله بإذن الله بهذه البطولة خصوصا على الأراضي والملاعب المصرية يا باشمهندس؟ طبعا هيكون في ضغط بس يكون في برضه مميزات، يعني يكون منتخب مصر بيلعب في بلدي الحمد لله بسد الجماهير وسد الشعب كله وراه، في نوع من الضغط لكن في برضه من نوع من العامل الايجابي طبعا يعني. طيب يعني اكيد بنتمنى لكم كل التوفيق، لكن اخيرا عايز من حضرتك رساله سواء للاعبي المنتخب المصري او كمان لجمهور الكره المصريه اللي اكيد ان شاء الله هيكون داعم رئيسي واساسي خلال الفتره الجايه بالنسبه للمنتخب المصري. بالظبط زي ما انت قلت يكون داعم في الفتره اللي جايه لمنتخب مصر ان شاء الله، ربنا حسن ظنهم، والبطوله ان شاء الله زي ما انت عارف شهر 21/6 ده الافتتاح ان شاء الله يكون افتتاح قوي لغايه المباراه النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. طبعا المهندس ايهاب الهيطة مدير المنتخب الوطني المصري، واضح ان هو مستعجل جدا في كلامه لان هو في المطار رايح اكيد يعني عنده